وطن عدنا الأعراف بلا أوصاف ووطن إنسان وابقى وطن إنسان وابقى ويبقى يقسم اللهم يا دارو يا عزيم حتى لو كمان طلعت شي شمسك علي نسل الجمال والقاش الشيخ ميتي معلي القرآن يدعو ويسأل الرحمن يحفظ من السودان قعد الجبل عصية ودن في جمال يا سلام في اللحظة دي تتخيل كسلة بعد 100 سنة ممكن تكون كيف؟ قادر تتخيل مكرم بعد 50 سنة ممكن يكون كيف؟ طيب توتين؟ طيب خلينا من توتين. قادر تتخيل نفسك انت ذاتك الآن بعد 20 سنة؟ كل الأسئلة اللي أنا بسألك لها كل الإجابات اللي جاتك السع في راسك دي هويتك دي نفسك وده حبك العظيم للبلد الجميل اللي اسمها كسلة البلد اللي بنحبها كلنا الحب والاحترام لكسل لأنه كسل هي اللي كانت عظيمة في يوم من الأيام هي اللي قدرنا من خلالها نثبت إنه البلد ممكن نقدر نتعايش مع بعضنا وممكن نقدر نتقبل نفسنا وممكن نقدر نتقبل الآخر وممكن نعيش في التسالم ونعيش في تعايش كامل ونقدر نثبت إنه كسل هي البلد الأولى على مستوى العالم في التعايش الممكن يكون وبنقدر ونحن طالما نحن قاعدين وبدعايشين ربنا مدينا القوة الجوانا بنقدر على الحاجة لأنه ربنا لما يديك القوة بديك الوجع بديك معه القوة اللي بتقدر من خلالها بتثبت لنفسك انت فعلا انك انت قادر تحقق يا جماعة قادر تحس بوجع انسان ممكن يترفض من المجتمع قادر تحس بوجع بتاع انسان ممكن يكون عشان خاطر انك انت اترفضت في كورة او اترفضت في موقف معين او اترفضت عشان خاطر قبيلتك او اترفضت عشان خاطر اهلك او اترفضت عشان خاطر جنسك احساس مؤلم بنقدر نعيشه نحن مع بعضنا وقادر تحس بالاحساس ده قادر تعيش بالاحساس ده فعلا انك انت بتتوجع فعلا من جوا بتتوجع فعلا ولما جات الدراسة العلمية وعملوا MRI يا جماعة للزول اللي بيحصل له رفض اجتماعي لقوا ما في فرق بين الزول اللي يده بتتقطع والزول اللي بيحصل له رفض اجتماعي بتواسوا واحد وبقيفوا في حتة واحدة ولما ادوه للأسف علاج لما ادوه علاج للوجع اللي كان بيحس به كانت نسبة العلاج ضعيفة جدا لأنه يا جماعة الرفض اللي قاعدين نشعر به في حياتنا الرفض اللي بنشعر به في حياتنا يا جماعة حاجة مؤلمة شديد وصعب تتعالج يا جماعة صعب تتعالج الرفض اللي بيخلي طفلك في البيت وبخلي أخوك في البيت يطلع عشان هو ما لاقي حتة متغبلاو عشان يمشي انتمي لجماعة ممكن تكون بتمارس سلوك جنسي جماعة ممكن تكون بتتعاطى مخدرات جماعة ممكن تكون جماعة عصابات ده كله بيجي من نتيجة للرفض بيجي نتيجة للرفض اللي بيشعر به وحتى من اخوانك حتى الكلمة البسيطة اللي انت بتقوليها في البيت انك انت ما اخونا وما لقيناك معانا ولقيناك في باب المسجد مؤلمة يا جماعة مؤلمة جدا نحن بنقول عن طريق الهزار لكن هي مؤلمة
مؤلمة وموجعة جدا، لأنه يا جماعة مهما تكون أسارة بتكون قاعدة، مهما تكون أسارة بتكون قاعدة لفترات طويلة شديد، لفترات ممكن تتغارب الأربعين سنة بعد ما أثبتوها، لأنه الوجع اللي أنت قاعد تحس به والألم اللي أنت قاعد تحس به هو ما ألم طبيعي. وزي ما أنا قلت، في ناس ما بتكسر، زي ما بتتكسر يدك بتكسر قلبك. بيحصل لنا كلنا رفض عاطفي، ممكن يحصل لك رفض من المجتمع، ممكن يحصل لك رفض من أقرب الناس لك، ممكن يحصل لك رفض من نفسك، والإنسان اللي بترفض يا جماعة واحد من اثنين، يا إما إنه هو يا جماعة يتقبل الرفض ده ويطلع من المجتمع، ودي أسوأ كارثة يا جماعة، مش منتمي لجماعات وعصابات نحن في قنا في التعامل معها في الوقت ده، أو اكتم جواه وشيل جواه وجع وشيل جواه ألم وشيل جواه إحباطات، ممكن توصل لمرحلة بتاعة اكتئاب. أسوأ مرض نفسي ممكن نعاني منه هو الاكتئاب، أكثر مرض نفسي بتوجع منه الإنسان، لأنه مرض يا جماعة مرهق نفسيا ومرهق ماديا ومرهق اجتماعيا، وقاعدين بنخجل منه. بنخجل نقول نحن ماشيين لطبيب نفسي عشان نتعالج، ونخجل نقول نحن والله في يوم من الأيام حصل لنا مشكلة بسيطة عايزين نفسي لاستشارة نفسي عشان نقول له والله نحن حصلت لنا مشكلة ما ودارين نتعالج منه، بالرغم منه ممكن تكون المشكلة بسيطة، ممكن يكون إحساس أنت ما قادر تفسره، إحساس بتخوف، وبنقعد سنين طويلة في الوجع، بنقعد سنين طويلة نحن قاعدين في مشاعر ما عارفين هي جاية من وين. هي يا جماعة جاية من كبت حاصل لنا، جاية من تنمر حاصل لنا، ممكن تلاقيه في المواصلات، ممكن تلاقيه من أقرب الناس لك، ممكن تلاقيه يا يقول لك يا قصيرة ولا يا لونك أزرق ولا والله ما عملت فيه حاجة، طولك ده ميدا ربنا يا جماعة، دي حاجة جات من ربنا استقبلها زي ما هي، ولو ما تقبلت نفسك صعب يا جماعة، صعب تقدر تعمل أي حاجة في حياتك لو أنت ما تقبلت نفسك. اتقبل نفسك بكل حاجة فيها، وعشان إحنا نقدر نتقبل نفسنا ونقدر ندخل الحياة ونكون إيجابيين أكثر يا جماعة، محتاجين نعمل نظافة عقلية، تنظف عقلك من كل الآثار القديمة اللي كانت فيه. وعشان تقدر تنظف عقلك من كل الآثار القديمة اللي كانت فيه، أول حاجة وأهم حاجة قرب من الناس الإيجابيين في حياتك، وبعد كل زول سلبي، أكسر حنفه يا أخي، أدي شاكوش يا أخي، ما تتكلم معه يا أخي، قول خلاص يا أخي أنت ما أسف في حياتي، طلعوا برا حياتك، ما محتاج له أي علاقة مرهقة من الليلة، طلعها برا ومن الآن، قرر القرار ده من الآن، أي علاقة مرهقة طلعها من حياتك. والحاجة الثانية عشان نقدر نحن نكون إيجابيين أكثر وننظف عقلنا أكثر، والحاجة المهمة فتش في حياتك عن حب غير مشروط، حب يتغبلك بكل علاقك ده، يتغبلك بكل حاجاتك السمحة وحاجاتك الشينة اللي انت شايفها، زول يتغبلك بكل حياتك، لأنه يا جماعة نحن ما كاملين يا جماعة، لازم تصلق له بتبقى نحن ما كاملين يا جماعة، والله نحن ما كاملين يا جماعة. ولو قعدت تشتغل بالمجتمع العايش فيه يا جماعة، ولو قلت الناس تتكلموا يا جماعة، الناس تتكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلموا في السيدة عائشة، الناس تكلموا في الله سبحانه وتعالى ذاته، انت منع عشان ما يتكلموا عنك. هل انت في يوم من الأيام مضيت عهدي مع الله سبحانه وتعالى انك انت تعيش حياة كويسة؟ وهو قال خلقنا الإنسان في كبد، في زول قال لك الحياة دي كويسة؟ هي سهلة يعني كده بالسهولة دي؟ طيب انت عشان تصل حلمك اللي انت بتتكلم عنه وعشان تقدر تصليه بتصليه بالساهل، بتين هتقول انا انتصرت، بتين هتقول انا قدرت اعمل حاجة، بتين نحن هنقول نحن بنيناه، بتين هنشيل الحق عشان نبنيه، بتين لما نتغبل نفسنا، لما نتغبل زي ما نحن نتغبلك انت، بانك انت اسمر وان انت لونك احمر وانت لونك اسود، بكل حاجاتك بكل اي شيء فيك تتغبلوا بأي شيء فيك، ولو ما تغبلت بكل شيء فيه يا جماعة ما بنمشي، والله ما بنمشي. وما تقعد تكذب على نفسك، عشان إنك أنت تتغبل نفسك، محتاج تعمل نظافة عقلية. أنا كمعاوية عكاشة
في سما افريقيا عملت مشروع اسمه النظافه العقليه. بعد فض الاحتصام حصلت كميه بتاع اوجاع للناس، وجع خلانا ننزف دم من جوانا، وجع خلانا نحس بعدم الامان، حتى في بيوتنا خلانا نحس بعدم الامان ومحتاجين للنظافه العقليه عشان ال 30 سنه اللي كانت قاعده معانا ومؤثره فينا نقدر نتخلص منها. مشروع النظافه العقليه جاء عشان ننظف الاثار السالبه اللي كانت قاعده في حياتنا، جاء عشان نشيل الالم اللي كان قاعد في حياتنا. وبدينا المشروع، بدينا مشينا اللبيض مع الناس اللي تعرضت لمجزره اللبيض، مشينا القضارف ومشينا الدمازين بكل الوجع الفيون، وجينا عبرة وبدينا نعالج بحاجة اسمها جماعة العلاج بالهوية. محتاج تعرف هويتك، محتاج تعرف انك انت منو يا جماعة، محتاج تعرف ثقافتك، محتاج تعرف ان السودان ده عنده 6000 سنة كانت قاعدة ورا والناس بتتكلم عنها. بتقدر تتكلم لمن انا اخلي الموضوع ده كله واقعد اتكلم عن والله ليلة الحفلة، والله ليلة ما عارف هي ما تكلمت معي بشكل صحيح. لا، نحن بنتكلم عن ثقافة، ثقافة كل العالم بيتكلم عنها. مشان العبرة كنا أهم حاجة كانت بالنسبة لي أنا إنه أنا أعرف عبرة عن هي إيش تعبرة. ومشيت جنوب كردفان كادوغلي في عز الكتمة الممكن تكون، في عز الكتمة الممكن تكون، وأنا جوا السجن بتكلم مع الناس، حصلت ضربة جوا السجن. وبرضه كنت مؤمن بالتجربة بتاعتي، مؤمن بأنه في إنسان يا جماعة بتوجع، في امرأة في أقصى الجنوب بتتقصب عشان خاطر مشكلة. في مرة تكون قاعدة في أقصى مكان في السودان بتغتصب عشان خاطر إنها هي قاعدة في أمان. في طفل في يوم من الأيام ما بيلقى تعليمه، قدرت أمانته ومشيت عملت علاج اضطرابات ما بعد الصدمة، لأنه الصدمة يا جماعة كانت مؤلمة. جنوب كردفان أو كردفان بشكل عام يا جماعة توجعت كثير، توجعت كثير وتأثرت كثير بالصدمات اللي ممكن تكون تعرضت لها في يوم من الأيام، وكان الوجع بالنسبة لي حاجة كبيرة شديد. ما قدروا يتجاوزوا وما بيقدروا يتجاوزوا براهن، ولازم نحن حنقف معاهم. قررت في مشروع النظافه العقليه اني انا امشي واقف معاهم، فعلا وقفت معاهم ولازم تواقف، ما حنخليهم. وده كله كان كوم ثاني، والكوم الاجمل لما جينا كسله. لما كان جينا كسله والمشروع ده كسله، كانت الابداع الكثير، كانت اعلى نسبه دخول للعيادات النفسيه في افريقيا في كسله. 1750 نفر متصالح مع نفسه وقرر انه يخش العياده النفسيه، اعلى نسبه دخول للاستيج كانت في كسله، 9898 نفر كانوا حضور في اقل من 48 ساعه. قدر مشروع انه يثبت لكل العالم انه احنا قادرين نتغير يا جماعه، والله قادرين نتغير، ما في حاجه صعبه. ما في حاجه صعبه عشان تقدر تتغير، ما هو التغيير ده يا جماعه الحاجه الوحيده الثابته. الحاجة الوحيدة الثابتة. عشان كده أنا هقول لك أهم حاجة قرب من الناس اللي أنت بتحبهم وبتحترمهم، شوف إنك أنت عايز تحقق شنو، شوف هدفك، وهدف ما شايفه ما بيتحقق. هدفك ما شايفه ما بيتحقق، هدفك ما شايفه ما بيتحقق. شوف في الخمس سنين الجاية أنت عايز تعمل شنو، ولو ما عرفت تعمل شنو وقف حياتك وفكر بينك وبين نفسك، وشوف انك انت محتاج تعمل شنو، والحاجه اللي انت فعلا محتاج ليها شنو، والحاجه فعلا انت محتاجها في الخمس سنين الجايه عشان تقدر تثبت لنفسك وتثبت لكل العالم. واهم حاجه تثبت لنفسك. ما محتاج تمشي تقول لزول انا ناجح، ما محتاج تمشي تقول لزول انا حانجح، ما محتاج تمشي تغلط ناس بيتهم عشان تقول لهم انا الافضل، لانك انت الافضل وانت الاعظم وانت الاحسن وما في زول احسن منك. ما في زول احسن منك، والله ما في زول احسن منك. ربنا خلقك بكل ميزاتك العظيمه جواك، وربنا خلقك بكل القوه جواك عشان انت عظيم، عشان انت عظيم. وربنا في سبع سماوات قال خلقناك في احسن تقويم، انت تيجي تدعى لك وتمشي تغير لونك وتمشي تطول شعرك، ما انت احسن تقويم يا اخي، في تقويم احسن من انت فيه ده. كل الالم اللي انت قاعد تحس بيه والآن ده، وكل الوجع اللي انت قاعد تحس بيه والآن ده بيعدي، وكل تجربة انت قاعد تتخطى فيها الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وانت الآن في وسعها.
وجعك اللي انت فيه ده وزعها، ده قدرك، دي قدرك، ربنا فصله قدرك. هل عندك احتراض على اقدار ربنا؟ وهو ده حق ربنا يا جماعه، دي اقدارك. هل حتعيش بسلام؟ لوكان يا جماعه مهما كان الوجع فيه هو ما بيطلع من الاحاسيس والمشاعر العايشه جواك، يا اما تتقبلها زي ما هي يا اما ترفضها، ونبقى نصل في مشكله بتاعت علاج نفسي. ما دايرك تصل المصحه النفسيه، ما دايرك تصل لمرحله انك انت بتعمل تصرفات انت ما راضي عنها. لما تكون قاعد بالليل في التلفون وترسل لك رساله وتنضم عليها الصباح، لما تكون قاعد بينك وبين نفسك تعمل لك تصرفات وتجي تندم عليها الصباح، اي حاجه بتعملها خليك قدرها، حتى لو كانت غلط خليك قدرها. اتحمل نتيجه الغلط بتاعك، اتحمل نتيجه الغلط بتاعك يا جماعه، اتحمل نتيجه الغلط بتاعك. كسله كانت عظيمه في كل حاجاتها، كانت عظيمه في كل تفاصيلها. وانسان كسله كان مختلف، مختلف بجبل توتيل، مختلف بمكرام، مختلف بالقاش، مختلف بكل تفاصيل، مختلف حتى بالشكل الجميل القاعد قدامي الان ده، بالشكل العظيم القاعد قدامي الان. ما عندي حاجه اقولها غير ما تدي مساحه لانسان في حياتك اكثر من المساحه اللي بتديها لنفسك، ما تدي مساحه لانسان في حياتك اكثر من المساحه اللي بتديها لنفسك. واخيرا اتحرك، اتحرك يا اخي، اتحرك، حتقعد لفتين هنا، اتحرك 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 يا جماعه، اتحرك، لانك انت الان محتاج لنفسك، لانك انت الان في عز شبابك، لانه قصتك اللي ما بدات محتاجه تبدا، لانه حلمك اللي انت قادر تحققه ممكن تتحرك الان تحققه، لانه التجربه اللي انت خايف تعيشها وما قدرت تعيشها لو فشلت حتخاف من الفشل. وانا ما عايز زول يخاف انه هو بيفشل. يعني شو فشلت؟ يعني شو فشلت؟ عاد علمت خطشه، خشيت تجربه جديده وتعلمت منها وقدرت تعرف، فما تخاف. اي حاجه من الليله بتخاف منها اعملها، اي حاجه بتخاف منها اعملها عشان عقلك ثاني ما يخاف. واي قرار بتقدر يعتبر من مطار بتحت ايدك ده الليله انك انت قرار حاسم تقدر تتخذ بيه كل القرارات الممكن تقدر تكون ممكن تقدر تتخذها الان. التحيه لكل الناس اللي قاعدين هنا، العظيمين جدا هنا، الكسلاويين جدا، انا شاكر وممتن لكم. شكراً جزيلاً.